بعد ما شفنا درجات الحرارة طبعا الساعات اللي فاتت شفنا أمطار غزيرة على مدن في أسوان، رغم أن درجات الحرارة في أسوان وصلت ل 44 درجة. فتعالوا نعرف أكتر عن الأوضاع في أسوان وحالة الطوارئ اللي رفعتها المحافظة لمواجهة الطقس السيء. من الصحفي باليوم السابع عبد الله صلاح. صباح الورد يا أستاذ عبد الله. صباح الورد ياسمين، صباح الورد دينا، صباح الورد على كل السادة المشاهدين. طمنا كده يا استاذ عبد الله على حاله الطقس هناك، يعني ازاي امطار غزيره جدا ودرجه الحراره 44، وطمنا كمان على حاله الطوارئ اللي اترفعت هناك في المحافظه، يعني يا رب ان شاء الله كل شيء يبقى بخير. الحمد لله، يمكن الفتره فعلا الحاليه بتشهد محافظه اسوان طقس متقلب من يوم الجمعة الماضية وأمطار غزيرة على بعض المناطق بتصل إلى حد السيول. الطقس اللي بتشهده محافظة أسوان هي متأثرة بطقس الجنوب في دولة السودان، أو قادمة المناخ قادم من الجنوب. يمكن لو وصفنا المشهد باختصار، يعني بدأ بتجمع كثيف للسحب وارتفاع كبير في درجة الحرارة بتتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ولكن الأبرز وغير المألوف عن محافظة أسوان وهو زيادة نسبة الرطوبة في الجو، يعني بتتراوح من 45 إلى 50، لأن أسوان معروفة بطقسها الحار الجاف خلال أو طوال فصل الصيف. مع يمكن آخر ساعات النهار يوم الجمعة بدأت الأمطار تتساقط على محافظة أسوان في أنحاء متفرقة، يعني بتصل إلى أمطار خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق شمال المحافظة، ويمكن في مدينة أسوان وجنوب المحافظة كانت بتشهد أمطار غزيرة بتصل إلى حد السيول، استمرت يعني لفترة في يوم الجمعة، بعدها عاصفة ترابية وأمطار خفيفة. يوم السبت كمان تاني يوم كان في أمطار غزيرة وسيول في منطقة قسطل ومدينة أبو سمبل، ولكن بشكل عام برضو عايزين نطمن السادة المشاهدين إنه الحمد لله هذه الأمطار يعني لم تؤثر على الحركة المرورية أو حركة الملاحة في نهر النيل. ولكن إيه سبب رفع حالة الطوارئ في الحالة دي يعني؟ بالتأكيد طبعا محافظة أسوان لازم يعني تاخد قرار برفع حالة الطوارئ، سواء برضو يعني الانتظام عمل المرافق العامة في المياه والكهرباء أو غيرها، بالإضافة إلى شفط مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع. كل ده يعني تم اتخاذه التدابير دي، والحمد لله برضو كمان عايزين نطمن السادة المشاهدين انه الحركة المرورية سواء على الطريق الصحراوي اسوان القاهرة او على الطريق الدولي اسوان ابو سمبل منتظمة تماما امام حركة المسافرين وامام حركة السياح اللي بيزوروا معبد ابو سمبل او كافة المناطق الاثرية اللي موجودة في اسوان. احنا بنشكر جدا الصحفي باليوم السابع عبد الله صلاح، شكرا ليك جدا.